السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب صف الثالث الثانوي العلمي. سنبدأ اليوم بوحدة جديدة وهي وحدة المستوي في الفضاء. هلأ نحن متعلمين سابقا بالمستوي جملة المحورين، محور الفواصل ومحور التراتيب. الفواصل هو الإكسات والتراتيب هو الويات، وكل نقطة من المستوي لها مسقطين، مسقط على محور الفواصل ومسقط على محور التراتيب، فلها ثنائية إكسات وويات. هالثنائية سميناها احداثيات النقطة، فكل نقطة لها مسقطين، مسقط على محور الاكسات ومسقط على محور الويات. هذا اذا كانت النقطة موجودة ضمن اللوح، ضمن المستوي. ولكن في البحث هلا رح نتعامل مع الفضاء على اساس ان النقطة موجودة ضمن الفضاء، ضمن فضاء الغرفة. فالفضاء رح نرمز له بالرمز E، نرمز للفضاء بالرمز E. وضمن الفضاء في عنا ثلاث محاور متعامدة، ثلاثية متعامدة. فعنا ثلاث محاور، محورين، محور الإكسات ومحور الويات، والمحور الثالث اللي هو محور الزدات، يعني المحور الثالث بهالشكل. في عنا ثلاث محاور، فهون O اللي هي مبدأ الإحداثيات، في عنا محور الإكس ومحور الواي ومحور مين؟ الزد. فراح نتخيل أنه زاوية الغرفة مثلا هي مبدأ الاحداثيات، وعندنا ثلاث محاور للاحداثيات، والنقطة لما تكون موجودة بالفضاء فراح يكون لها ثلاث مساقط، لها مسقط على محور الاكسات ومسقط على محور الويات ومسقط على محور الزدات. وبالتالي النقطة راح يكون لها ثلاثية، فاكساتها فالمحور الثالث راح يكون بهالشكل، هذا محور الاكسات وهذا محور الويات وهذا محور الزدات، والنقطة ما موجودة في الفضاء. أشعة الواحدة على المحاور الإحداثية رح نرمز لهم بالرموز هني I و J و K. هدول أشعة الواحدة طولا واحد، والآي دائما هو شعاع الواحدة طوله واحد ومحمول على محور الإكسات، هذا شعاع الواحدة I. والJ هو شعاع الواحدة المحمول على محور الويات، هذا J، شعاع الواحدة المحمول على محور الويات، وأيضا شعاع الواحدة المحمول على الزدات رح نرمز له بشعاع K. إذا I, J, K هدول أشعة الواحدة المحمولة على المحاور الإحداثية. كل نقطة من الفضاء تقابل ثلاثية، يعني إلى إحداثيات، هالثلاثية بنسميها إحداثيات النقطة، إكساتها وياتها وزدتها. فالنقطة M ولتكن، هيدي النقطة ما هي على اللوحة، هي نقطة ما من الفضاء، فإلى ثلاثية رح نرمز لثلاثيتها X, Y, Z. ندعو X فاصلة النقطة، وندعو Y ترتيب النقطة، وندعو Z راقم النقطة. فكل نقطة تقابل ثلاثية. النقطة إذا كانت بالفضاء فإلى ثلاث مساقط، مسقط على محور X ومسقط على محور Y ومسقط على محور Z. فالمسقط على محور الاكس فنسميه فاصلة النقطة، ومسقط على محور الواي نسميه ترتيب النقطة، ومسقط على محور الزد فنسميه راقم النقطة. كل القوانين اللي اخذينها نحن ضمن جملة المحورين هلأ رح نعممها على الفضاء. فقلنا رح نرمز للفضاء بالرمز E. فكقوانين احداثيات منتصف قطعة مستقيمة، او قوانين البعد بين نقطتين، او قوانين تشكيل المتجه، المتجه له بداية وله نهاية وبالتالي له مركبات. القوانين اللي اخذينا على جملة المحورين راح نعممها على جملة ثلاث محاور احداثية. فراح نلخص هلا موضوع هالكلام اللي هو المتجهات مبدئيا، ونذكر مجموعة من القوانين اللي راح تلزمنا ضمن بحث المتجهات. عنوان البحث المتجهات، نرمز للفضاء بالرمز E، ويحوي جملة ثلاث محاور متعامدة، ثلاث محاور متعامدة لأن OX و OY و OZ. أشعة الواحدة فيها على الترتيب I و J
اوكي اشعه الواحده على الترتيب اني اي وجي وكي. فهذول الثلاث محاور متعامده، هذا او اكس محور الاكسات و او واي محور الوايات و او زد. اشعه الواحده على الترتيب اني اي وجي وكي. هذا شعاع الواحده على الاكسات رح نرمز له بالرمز اي، وشعاع الواحده اللي طوله واحد ومحمول على الوايات رح نرمز له بالرمز جي، وشعاع الواحده اللي طوله واحد ومحمول على الزدات كي. كل نقطه من الفضاء لها ثلاث مساقط، وهالمساقط سميناها احداثيات النقطه. كل نقطه ام من الفضاء تقابل ثلاثية M X Y Z. ندعو X فاصلة النقطة، وندعو Y ترتيب النقطة، وندعو زد راقم النقطة. إذن كل نقطة من الفضاء لها فاصلة وترتيب وراقم. فبنلاحظ إذا كان عندنا نقطتين موجودات في الفضاء، نقطة أولى ونقطة ثانية، هذول النقطتين اللي حطيتهن على اللوحة، ولكن هن نقطتين موجودات في الفضاء. ولتكون النقطة الأولى A إلى إكسات إكس الـ A واي A وزد A، ونقطة ثانية ولتكون B أيضا تقابل ثلاثية X الـ B Y الـ B وأيضا Z النقطة B. إذا عندنا نقطتين من الفضاء، فالنقطة الموجودة في المنتصف بين A و B، النقطة التي تقع في المنتصف يعني اللي بتقسم القطعة AB إلى قسمين متساويين رح نرمز لها بالرمز B. هيدي النقطة إلى احداثيات ايضا إلى مساقط ثلاثية احداثيات، فاكساتها للنقطة B هي اكسات الـ A زائد اكسات الـ B على 2، مجموع الاكسات على 2، وياتها ايضا هي ويات الـ A زائد ويات الـ B على 2، وزداتها ايضا زدات الـ A زائد زدات النقطة B على 2. فالنقطة في المنتصف بامكاني اوجد احداثياتها، مجموع الاكسات على 2 ومجموع الوايات على 2 ومجموع الزدات على 2. فبنقول له اذا كان لدينا النقطتين A X الـ A Y الـ A Z الـ A و B X الـ B Y الـ B وزدات نقطة B من الفضاء، فإن النقطة P منتصف المسافة بين النقطتين A و B نقطة B إحداثياتها X الـ A زائد X الـ B على 2، Y الـ A زائد Y الـ B على 2، وزد الـ A زائد زدات النقطة B على 2. إذا إحداثيات النقطة B اللي هي منتصف المسافة بين A و B مجموع الإكسات على 2، مجموع الوايات على 2، ومجموع الزدات على 2. أيضا إذا بدنا البعد بين النقطتين A و B، دستور البعد بين النقطتين المسافة، وإن البعد بين النقطتين A و B نرمز له AB بدون شعاع وبدون شيء، AB معناته البعد بين النقطتين A و B تحت الجذر طرح الإكسات للتربيع زائد طرح الوايات للتربيع زائد طرح الزدات للتربيع. X الـ A ناقص X الـ B للتربيع زائد Y الـ A ناقص Y الـ B للتربيع زائد Z الـ A ناقص زدات النقطة B للتربيع. دستور البعد بين نقطتين. المتجه له بداية وله نهاية وشعاع، وليكن شعاع أو متجه بدايته A
ونهاية النقطة B وجهته من A إلى B كل متجه له بداية له نهاية له جهة له طول فله ثلاثية مركبات هالثلاثية نحصل عليها بناخذ نهايته ناقص بدايته وإن المتجه الذي بدايته A ونهايته B نرمز له AB ونحط فوق رمز شعاع متجه له بداية وله نهاية له مركبات مركبات المتجه AB نهايته ناقص بدايته نهايته B وبدايته A AB نهايته ناقص بدايته يعني ناخذ اكسات البي ناقص اكسات الا اكسات البي ناقص اكسات الا على الاي زائد ويات البي ناقص ويات الا على الجي زائد زدات النقطه بي ناقص زدات النقطه ا على الكي فبهالشكل تدعى عباره تحليلية للمتجه وإنما تكتب اختصارا تكتب اختصارا على شكل مركبات على شكل مركبات عشان ما نكتب على الاي وعلى الجي وعلى الكي فرح نكتبها بالشكل المتجه AB فورا نفتح له ثلاثية اكسات النهاية ناقص اكسات البداية وبدايته A ويات النهاية ناقص ويات البداية وأيضا زدات النهاية ناقص زدات البداية فبهالشكل بنسميها مركبات المتجه نهايته ناقص بدايته بدون على الآي وعلى الجي وعلى الكي اختصارا بنسميها مركبات المتجه وكل متجه له طول طوله راح نرمز له بالرمز قيمة مطلقة وإن طويلة المتجه AB هي القيمة المطلقة لAB أو طويلة AB نحن نقرأها طويلة المتجه AB تساوي تحت الجذر من ربع المركبات المركبات موجودة من ربع ونجمعها تحت الجذر إذا تحت الجذر مجموع مربعات المركبات إكسات البي ناقص إكسات الأ للتربيع زائد ويات البي ناقص ويات الأ للتربيع زائد زدات البي ناقص زدات الأ للتربيع إذا أي متجه موجود معي على شكل ثلاثية أي متجه وليكن أعطانا المتجه يو 2 3 4 هذول مركباته هو أخذ نهايته ناقص بدايته فبدنا طويلته طويلة المتجه يو تحت الجذر من ربع المركبات الإكسات على الآي 2 للتربيع 4 على الجي 3 للتربيع 9 وعلى الكي 4 للتربيع 16 نجمعهم تحت الجذر فبيطلع معي جذر 24 إذن أي متجه موجود عندي مركباته فبدنا طويلته تحت الجذر مجموع مربعات مركباته إذن هدول القوانين مبدئيا اللازمين اللي هن مرين معنا في جملة المحورين قبل ما نعمم على الفضاء إذن رح نرمز للفضاء بالرمز E يحوي جملة ثلاث محاور متعامدة الإكسات والوايات متعامدين أيضا الوايات والزدات متعامدين وأيضا الإكسات والزدات أيضا متعامدين ثلاث محاور متعامدة فمنلاحظ أنه عندي ثلاث محاور OX OY OZ وأيضا عندي ثلاث مستويات المستوي الأول اللي هو XOY مستوي الأرض والمستوي الثاني اللي هو XOZ والمستوي الثالث اللي هو YOZ والنقطة راح تكون بالفضاء إن أشعة الواحدة راح نرمز لهم بالرموز I و J و K الI هو شعاع الواحدة المحمولة على الإكسات والJ هو شعاع الواحدة المحمولة على الوايات والK شعاع الواحدة المحمولة على محور الزدات كل نقطة مهما تكون نقطة موجودة بالفضاء لها ثلاث مساقط مساقط النقطة بنسميها أحداثيات النقطة XYZ الX بنسميها فاصلة النقطة والY ترتيب النقطة والZ راقم النقطة ف
فإذا كان لدينا نقطتين A و B وهالنقطتين موجودين بالفضاء، فإن النقطة التي تقع في المنتصف بين A و B إكساتها بتكون مجموع الإكسات على 2 وياتها مجموع الويات على 2 وزداتها مجموع الزدات على 2، والبعد بين النقطتين A و B تحت الجذر طرح الإكسات للتربيع زائد طرح الويات للتربيع زائد طرح الزدات للتربيع، وكل متجه له بداية وله نهاية وله جهة وله أيضا طول، فله مركبات أو ثلاثية ناخذ نهايته ناقص بدايته فبيطلع معي مركباته. ممكن نكتبها بهالشكل، رقم على الاي رقم على الجي رقم على الكي، او نكتبها على شكل ثلاثيه. اذا كتبناها للمركبات على شكل اي جي كي فبنسميها عباره تحليليه للمتجه، واذا كتبناها على شكل ثلاثيه تدعى مركبات المتجه. كل متجه له ثلاثيه سميناها مركبات متجه، له طويله طويلته تحت الجذر مجموع مربعات مركباته، منربع مركباتهم ومنجمعهم ما تحت الجذر، تحت الجذر مجموع مربعات مركباته. إذا مبدأ أيان هدول القوانين اللازمين، راح نشوف بعض الأمثلة تطبيق على هذه القوانين. نشوف المثال، عطينا ABC مثلث رؤوسه النقاط A و B و C نقاط من الفضاء. النقطة A إحداثياتها 6 ناقص 10 صفر، والنقطة B 1 0 ناقص 5 إحداثياتها، والنقطة C إحداثياتها 6 10 10. المطلوب احسب طول الضلع AC. طول الضلع AC دستور البعد بين نقطتين، فبنقول له بداية AC تساوي دستور تحت الجذر طرح الإكسات للتربيع زائد طرح الوايات للتربيع زائد طرح الزدات للتربيع، يعني 6 ناقص 6 طرح للتربيع، 6 ناقص 6 للتربيع زائد طرح الوايات A و C طرح الوايات ناقص 10 ناقص 10 للتربيع، ناقص 10 ناقص 10 للتربيع زائد طرح الزدات للتربيع 0 ناقص 10 للتربيع. إذن 6 ناقص 6 للتربيع ناقص 10 ناقص 10 للتربيع 0 ناقص 10 للتربيع، دستور البعد بين نقطتين. نحسبها AC تساوي 6 ناقص 6 للتربيع 0 ناقص 10 وناقص 10 ناقص 20 للتربيع 400، يعني ناقص للتربيع بتصير زائد، ناقص 10 للتربيع 100، فصار عندي جذر الخمسمية. الخمسمية هي 100 بخمسة، لما نزرع المية جذر 10 بجذر الخمسة، إذن جواب 10 بجذر الخمسة. هذا طول الضلع AC. أوجد إحداثيات النقطة M بالطلب الثاني اللي هي منتصف AC. A و C نقطتين، بدنا النقطة اللي بالمنتصف ورح يسمي لي هالنقطة M. دستور أخذناه مجموع الإكسات على 2، مجموع الوايات على 2، ومجموع الزدات على 2. إحداثيات منتصف قطعة مستقيمة. إذن الطلب الثاني النقطة M اللي هي منتصف AC إحداثياتها إكسات الـ A زائد إكسات الـ C على 2، يعني 6 زائد 6 على 2، وياتها ويات الـ A زائد ويات الـ C على 2، يعني ناقص 10 زائد 10 على 2، وأيضا زدات الـ A زائد زدات الـ C على 2، 0 زائد 10 على 2. ومنه النقطة M إحداثياتها 6 و 6 12 على 2 6، ناقص 10 زائد 10 0 على 2 0، و 0 و 10 10 على 2 5. هاي النقطة اللي هي منتصف AC. بيطلب مني بالطلب الثالث احسب طول المتوسط BM. بدنا بعد B عن M اللي حسبناها وسمناها متوسط، فعلا متوسط. ليش؟ لان الام تقع في منتصف AC. اذا كان عندنا المثلث نحن ABC AC حسبناها بدايه طلعت معي 10 جذر الخمسة، بعد قال لي عين منتصف AC وسمى لي اياها النقطه M اللي هي منتصف AC، ف BM راح يكون متوسط. BM دستور البعد بين نقطتين، ايضا بي ام موجودة عند البي وموجود الام، تحت الجذر طرح الاكسات للتربيع زائد طرح الوايات للتربيع زائد طرح الزدات للتربيع. اذا الطلب الثالث بي ام اللي هو المتوسط في المثلث تحت الجذر اكسات البي 1 ناقص اكسات الام للتربيع، 1 ناقص 6 للتربيع زائد
طرح الوايات للتربيع. الوايات للبي صفر، وايات الام صفر، صفر ناقص صفر للتربيع، زائد طرح الزدات للتربيع، ناقص خمسة وناقص خمسة للتربيع. إذن بي ام يساوي واحد ناقص ستة ناقص خمسة للتربيع 25، واحد ناقص ستة ناقص خمسة للتربيع، ناقص للتربيع زائد، وخمسة للتربيع 25، صفر زائد صفر للتربيع صفر، أيضا ناقص خمسة وناقص خمسة ناقص عشرة للتربيع 100. فالجواب جذر 125. ال 125 هي 25 بخمسة، 25 ضرب 5 125، ال 25 تنجذر فبيطلع معي 5 بجذر ال 5. هذا طول المتوسط بي ام. فهلا بيقول لي استنتج من الطلبات السابقة نوع المثلث اللي هو ABC. فهلا نحن عندنا نتيجة من مراحل سابقة بتقول في المثلث القائم، المثلث القائم المتوسط، المتوسط اللي بيقسم الوتر إلى قسمين متساويين، المتعلق بالوتر يساوي نصف طول الوتر. يعني إذا كان الوتر 10 والمثلث قائم، فالمتوسط اللي بيقسم الوتر إلى قسمين متساويين طوله بيكون 5. إذا النتيجة شو بتقول؟ في المثلث القائم المتوسط المتعلق بالوتر يساوي نصف طول الوتر، الوتر 10 المتوسط شهد 5. عملية عكسية. طيب إذا كان مثلث أنا ما بعرف نوعيته قائم أو لا، ولكن بعرف أن المتوسط يساوي نصف طول الوتر، معناته المثلث قائم، لأن هذه الخاصة صحيحة فقط في المثلث القائم، أن المتوسط يساوي نصف طول الوتر. فإذا كان عندي متوسط بيساوي نصف طول ضلع، وبالتالي المثلث قائم. فمنلاحظ نحن في المسألة كان عندي بداية قال لي احسب طول الضلع آسي، لما حسبنا طول الضلع آسي طلع معنا 10 بجذر الخمسة، وبعدها عيننا ام بالطلب الثاني اللي هي منتصف آسي. بعد طلب مني حساب طول المتوسط بي ام، وحسبنا طول المتوسط بي ام طلع معنا 5 بجذر الخمسة. فاستنتج نوع المثلث. إذن بداية حسبنا آسي طوله 10 جذر 5، عيننا ام اللي هي منتصف آسي، حسبنا طول المتوسط بي ام، فمنلاحظ ان البي ام تساوي نصف آسي، لأن البي ام 5 جذر 5 والآسي 10 جذر 5. وهذه الخاصة صحيحة فقط في المثلث القائم. إذا المثلث قائم وين؟ في بي، ووتره آسي. إذا بالطلب الرابع بإمكاننا نكتب ونقول له بما أن البي ام يساوي نص الآسي، البي ام تساوي نص الآسي، وبحسب نتيجة في المثلث القائم المتوسط المتعلق بالوتر يساوي نصف طول الوتر، إذن المثلث ABC قائم وين؟ قائم في B، ووتره الضلع AC. هيك بيكون انتهت المسألة.